قصتنا من طفل محبوب ولطيف، يحب الخير لكل الناس، يساعد الضعيف، يعيش مغامرات عجيبة فيها كل جديد، فيها ما يدهش ويسلي وفيها ما يفيد. مغامرات طارق في الجزر وفي البحار، هيا بنا نشاهد لنكتشف الأسرار. مغامرات طارق، هيا يا أصحاب، بالتعاون والصداقة نواجه الصعاب. محروس والمماليك على ظهر السفينة، هل ينتصر عليهم طارق وينقذ المدينة؟ الفأل والأرنب ما سرهما وماذا يخبئان؟ حتى نعرف باقي الحكاية تعالوا معنا الآن. هذا سبب التسرع. تسرعت ومررت، أريد أن أقطع الشارع قبل أن يضيء النور الأخضر، وكانت النتيجة أنني تسببت باصطدام سيارتين ببعضهما كي يتفادى الأول دعسي، ولولا ستر الله لكنت الآن في المستشفى أو في رحمة الله. ولا تندهشوا لمشاهدة الآن معكم. تكلفت بإصلاح السيارتين طبعا، وأصحابهما ينتظران خارجا ريثما أقدم حكاية اليوم. لذلك اهدأوا، لا تنفعلوا. حاضر. لا لا لا، أنا مستعجل. لا 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 لا، لست مستعجلا ولا متسرعا، سأروي لكم على راحتي، ولينتظروا ما شاءوا. هيا بنا. ما رأيك يا معتوك؟ رأيي أنك ظالم، أنت لست إنسانا، أنت وحش. هل يعقل أن يحرم الإنسان أخاه الإنسان لقمة من الطعام؟ ولكنه أرنب. ولكنه روح وجائع. يكفي أنك ستأكل أنت. من قال إنني سأكل لقمة واحدة؟ ستحرم نفسك الطعام؟ نعم، احتراماً لصديق الأرنوب. هل أصبح الأرنب صديقاً لك؟ ولماذا لا يكون صديقي؟ سأتأكد منكما أنتما الاثنان، لابد أنكما تخفيان شيئاً وسأعرفه، وسيكون العقاب قاسياً. هكذا الأصدقاء، عندما يشعر الصديق بألم صديقه ويحترمه ويقدسه ويتعايش معه، يكفي أن يكون عزاءً للصديق الآخر وتخفيفاً لكل آلامه ومتاعبه وأحزانه. وفعلاً حرم طارق نفسه الطعام احتراما لصديقه الأرنب، وأكل محروس بنهم، وطارق لا يهتم ولا ينظر إليه، بل ظل صامتا احتراما لصديقه الأرنب. كم كان طعاما لذيذا، يجب أن أسير قليلا قبل أن أنام. من يأكل على ضرسه ينفع نفسه. حرمت نفسك من الطعام لأنك إنسان غبي. والآن سأدخل الخيمة لأنام، وأنت يا معتوق إذا أردت أن تنام قليلا ف
فأنت تعرف مكان نومك أيها المملوك. أيها المملوك. نعم يا سيدي. سأنام قليلا، لا أريد نعم. إزعاجا، وراقب معتوق جيدا. نعم. أمرك سيدي. جيد، الآن سأتحرك. آن أوان الحركة والعمل والنشاط. ما هذا؟ لا شيء، مجرد وهم. وهم؟ وهم؟ حاضر، كما تريد. هل تريد أن أحضر لك شيئاً من الطعام؟ لن يراك سيدي المحروس الآن إذا أكلت. لا، أيها المملوك، شكراً لك. الحياة مبدأ وموقف، ولن آكل احتراماً لصديقي الأرنوب. ولكن الجوع كافر. على الرجال أن تتحمل. ولكنك طفل. كنت طفلاً، والأحداث حولتني إلى الرجل. سأكون عند حسن ظن هذه الكلمة. كما تريد، ارتح قليلاً، الراحة ستفيدك. أيها المملوك. نعم. سأذهب لغرفتي في السفينة كي أرتاح قليلاً. عين العقل. واسمع، إذا أردت أن تمر على مطبخ السفينة فلا تخجل، المطبخ مليء بكل ألوان وأنواع الطعام. خذ راحتك يا صديقي. شكرا لك، لست جائعا. لو أصبح صديقه وأساعده ستكون لحظتها سعادة الكبرى. تألم طارق لصديقه الأرنب حين أمره المحروس بالذهاب إلى غرفته في السفينة وحرمه من الطعام، رغم أنه كان جائعا. وحرم طارق نفسه من الطعام وامتنع عن تناوله احتراما لصديقه الأرنب وتآزرا معه. كان الأرنب في غرفته يعاني من الجوع ومن ألم خاص آخر، وهذا الألم هو شك طارق به، ويريد أن يؤكد لطارق أنه يعتز بصداقته ويحبه، ولم يقصد الإساءة إليه، وإنما كان يحاول إبعاد الأذى عنه. صديقي 34، أنت تبكي يا صديقي؟ أرجوك لا تبكي يا صديقي. لا أستطيع أن أوقف دموعي. صحتك غالية على قلبي يا صديقي. صحتي؟ أنا في العير وأنت في النفير. لم أفهم، ماذا تقصد؟ طبعا لن تفهم، أنت فأر. أعني أنا أفكر بشيء وأنت تفكر بشيء آخر. كفى بالله عليك، يكفي ما حدث لك اليوم من تعب وجلد وألم. ما حدث لا شيء في الحقيقة، ما سيحدث أكثر. ماذا؟ وهل ستحدث أمور أخرى؟ أمور خطيرة، نعم، إذا لم نتصرف فورا. حسنا، سنتصرف وفورا. المهم لا تخف يا صديقي، لا تخف، أرجوك لا تخاف. كيف لا أخاف؟ كيف سأتصرف وأنا هنا ولا أستطيع الخروج؟ 5، هذا ليس وقت الضحك. بل هذا وقت الضحك، لأنك نسيت ما الذي يستطيع أن يفعله. 5، نسيت أنني أستطيع أن أدخل وأخرج كما أشاء. وإلا يا صديقي، كيف طلبت مني أن أراقب محروس؟ وهل راقبته حقا؟ طبعاً راقبته. ليس هذا فقط، تناولت وجبة من الجبن الشهي، وجبة كنت أحلم بها منذ مدة. اسكت، أنا جائع الآن. قل لي أين ذهب محروس؟ إلى قرب البحيرة. البحيرة؟ ماذا فعل هناك؟ لا أدري. اسمع،
علينا أن نهتم بأمور أخطر. دعنا من هذا الحديث الآن. فيها أكل وشرب؟ أكل وشرب؟ لا يهمك إلا بطنك. علينا أن نكون أشجع. علينا أن نهتم بمصيرنا، أنا وأنت وطارق وكل المماليك. وأنا تحت تصرفك يا صديقي. إذا اسمع ما سأقوله لك. أسمع. معتوق يا معتوق معتوق استيقظ يا معتوق استيقظ معتوق 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 من ينادي؟ يا ويلي لابد أنني أحلم. أف يا ربي معتوق يا معتوق. من هذا الذي يناديني ولا أراه؟ أنا خمسة. ومن أنت يا خمسة؟ ثم هل بيننا مزاح؟ أيليق بك أن تناديني قائلا يا معتوق وأنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك؟ هكذا أخبرني 34. أربعة وثلاثون؟ نعم يا صديقي نعم. 34؟ من؟ أين؟ كيف هو صديقي؟ أين أنت؟ يا ربي إنه مخيف. إيه؟ لك 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 ها؟ ذنب فأر. ولكن لا، ربما كان فأرا خبيثا فيعضني. لا أنا لست خبيثا، أنا صديقا. هل أنت الذي ذكرت اسم 34؟ لا تفضحنا وترفع صوتك. حاضر كما تريد. ها قد أخفضت صوتي. نعم ماذا تريد؟ أرسلني 34 وهو يقسم لك بشوارب أبيه وشوارب أبيك أنت أيضا. ها؟ أنا لا أسمح لأحد أن يقسم بشارب أبي. لك لك هص يا أخي أخفض صوتك. أنا لا أسمح لأحد أن يقسم بشارب أبي. اسمع يا معتوق لا تتسرع، هو كان يشتمك أمام المحروس حتى يداري عليك ويبعده عنك، مع أنه كان يعلم أنك جالس فوق الشجرة تأكل البندق. ألم يقل لك إن رائحتي كريهة؟ هي أنت أحمق يا معتوق، حقا أحمق. ها؟ ما هذا الذي تقوله؟ جئت إلى هنا لتوجه لي الإهانات؟ لا 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 اهدأ لا تغضب. أنت تعلم أن حاسة الشم عند 34 قوية. لاك لاك وخوفا عليك وصفك بما وصفك كي تفهم ولا تفضح نفسك، ولكنك بدوت غبيا يا صديقي. لا لم لا تفهم لا علي لا وكشفت نفسك. يا لاك 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 لعله يقتنع ويسامحني. شعرت أن معتوق لقلق أعني حساس، لكن غريب أنا لم أقابل أرنبا بهذه الحساسية. ربما معتوق مختلف عن كل الأرانب. نعم ربما هو ليس أرنبا. إذا لم يكن أرنبا ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ عندما أراه سوف أسأله. يه.
ما هذا؟ ألا يكفيه ظلمه وأوامره وهو صاحي؟ حتى وهو نائم يشخر، فلا يدعنا نرتاح لحظة. إنه يجلب الهستيريا والاضطراب، وقريبا لا بد أن أصاب بشيء من الجنون. آه يا لحظي التعيس. ما بك يعني؟ ألا تريد أن تسمعني يا صديقي؟ أنت تتجاهلني. قبل أن أسمعك اسمعني أنت. أنا لا أسمح لأحد أن يقول لي هذا الكلام الذي توجهه لي، هل فهمت؟ إيه كفى. كفى حمقان، هل نسيت أن غضبك هو الذي أنزلك من فوق الشجرة؟ نعم معك حق، لهذا كانت جدتي تقول لي دائما عليك بالحلم، فالحلم سيد الأخلاق، واصبر يا بني فالصبر زينة الرجال، ولا تغضب لأن الغضب يعرض الرجال للخطأ وللمشاكل. يم هذا تقول قول جدتي؟ كيف عرفت ما تقوله جدتي لي؟ أليست جدتك هي التي تعرف هذه النصائح فقط؟ كلنا نعرفها، ولكنك صغير لم تدركها بعد، وها قد وقعت بها. لهذا يا صديقي يجب أن تنفذها منذ الآن كي لا تقع بها مستقبلا. أنت ظريف. بالمناسبة أنت أيضا ظريف، ولكن إياك أن تشتمني مستقبلا. سأحاول يا صديقي، سأقوم بقصارى جهدي. ولكن اسمع، أخفض صوتك، لا ترفع صوتك، فللجدران آذان. ها أنا أسمع، هيا قل. اسمع، لقد أمرني 34 أن أبحث لك عن العصا والقوقعة. وهل وجدتهما يا صديقي؟ كن صبوراً، انتظر حتى تسمع. عندي لك سر عظيم. سر؟ ما هو السر؟ فعلا التسرع عادة سيئة في طارق، وعادة التسرع وعدم الصبر سيتخلص منهما مع الوقت لأنه صغير ومندفع، لكن التجارب التي سيقع فيها طارق ستعطيه درسا جيدا للمستقبل وسيتروى في كل شيء، ولكن الآن عليكم بالصبر. تعال انزل. ما الذي تفعله؟ الحذر مطلوب وواجب. معك حق، هيا تكلم. بحثت عنهما في السفينة. ها لم أجدهما. يا سلام، هذا هو السر العظيم الذي جئت تخبرني به. انتظر حتى أتم كلامي أيها إياك أن تشتم. لا تغضب يا معتوق، لن أشتمك، لا تغضب يا صديقي. إذا تكلمت كلمة أخرى حطمت رأسك. يا ويلي، عرفت أنه سيجن. معتوق، إنني أمزح معك يا عزيزي. هل هدأت أعصابك يا صديقي؟ هيا أخبرني. لق، إيه هدأت. طيب، دعني أتأكد. استرخي أكثر، أكثر، استرخي. أكثر، قليلاً. جيد. تعال يا حضرة الفأر، لكن لي رجاء. أنت تأمر، تفضل.
ناديني طروقة. طروقة؟ ها، وما معنى طروقة؟ وهل يجب أن يكون للأسماء معنى؟ إنك أحمق أيها الفأر. أحمق؟ ها؟ أنا أحمق؟ لك لك. طبعا أنا أحمق، مؤكد أنا هو الأحمق. هيا يضحك معي. يعتز فعلا لكل هذا الضحك. أنت معتوق ظريف، وقد أقسمت لصديقي 34 أن أخلص لك، وأقسمت بشوارب أبي وشوارب أبيه. تفضل أكمل تكلم ودع شوارب أبيك وأبيه. حاضر. اسمع، عندما بحثت في كل مكان ولم أجد شيئاً، شممت رائحة جبن عن بعد، أعني في وسط البحيرة. عجيب، وكيف وصل الجبن إلى وسط البحيرة؟ فعلاً أمر عجيب، فإن البحيرة لا تحتوي على جبن، والسمك لا يبيض لبناً. نعم، بالصبر وعدم التسرع لمعرفة تتمة الحكاية، وغدا سنلتقي ونتابع معا ما سيحدث مع الفأر وطارق. إلى اللقاء أحبائي، إلى اللقاء. تشاهدون في الحلقة القادمة. بالمناسبة أنا لا أغضب من الشتيمة، لأنني في الحقيقة تعودت عليها. عندما يراني أحد يشتمني، تعودت. أشتم 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 إذا أردت. اذهب واستحم فورا، وليستحم كل المماليك. والأرقام يا سيدي ومعتوق. أجل أجل، ليستحم كل من في السفينة. لماذا تضحك وتهز ذنبك هكذا؟ ها؟ لأنني لم أجد جبناً أيها الأحمق. تتكلم كثيراً عن الحرية يا أخي. ألا تحب أن تعيش على الأمان؟ ليتني كنت مثل الفأر، لا أفكر إلا في بطني وعبثي مع الآخرين. لابد أنك فأر شجاع. لا ترفع صوتك، كم مرة سأقول؟ اسمع، أتحب أن تأتي معي لأدلك على الكوخ والعصا والقوقعة؟ وغدا سنتابع